التي يتبعها الوالدان، ويعد التعلم المرتكز على المهمة من البرامج التدريسية الفعالة، نظراً لأنه يقوم على أساس نشاط المتعلم وفاعليته في عملية التعلم، وذلك من خلال التركيز على قيام المتعلمين بمجموعة من المهام، وهذه المهام التعليمية تشجع الطلاب على التفكير خلال أنشطة يقوم بها التلاميذ ولإنجاز مهامهم، وهذه المهام التعليمية يجب أن تدعو لمناقشة بين الطلاب ممتعة وذات معنى، وتشجيع استخدام أسئلة ماذا لو ولماذا، وتدعو التلاميذ لاتخاذ القرار. لذا جاءت أهمية عمل هذه الدراسة لإثبات فاعلية استخدام برنامج قائم على التعلم المرتكز على المهمة في تعديل السلوكيات المتصلة بالعنف وتنمية آداب المعاملات الأسرية لدى طلاب المرحلة الثانوية الأزهرية. ثانياً، مصادر الإحساس بالمشكلة. استشعر الباحث مشكلة الدراسة من عدة مصادر، وهي نتائج الدراسات والبحوث السابقة والندوات والمؤتمرات والملاحظة الميدانية والدراسة الاستطلاعية التي أكدت جميعها على انتشار السلوكيات المتصلة بالعنف لدى الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، وخاصة في المرحلة الثانوية. كما أشارت أيضاً إلى تدني في آداب المعاملات الأسرية على الرغم من أهميتها. لذا جاءت الدراسة الحالية لمحاولة تجريب طريقة تدريس حديثة تهتم بالمفاهيم وإكسابها التلاميذ، علها تساعد في تحسين آدائهم والقضاء على جوانب القصور أو التقليل منها، وعلها تساعد أيضاً في تعديل السلوكيات المتصلة بالعنف وآداب المعاملات الأسرية لدى طلاب الصف الأول الثانوي الأزهري، وذلك من خلال برنامج قائم على التعلم المرتكز على المهمة في تعديل السلوكيات المتصلة بالعنف وتنمية آداب المعاملات الأسرية لدى طلاب المرحلة الثانوية الأزهرية. ثالثاً، مشكلة الدراسة. وفي ضوء ما سبق، يمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي: كيف يمكن بناء برنامج مقترح قائم على التعلم المرتكز على المهمة في تعديل السلوكيات المتصلة بالعنف وتنمية آداب المعاملات الأسرية لدى طلاب المرحلة الثانوية الأزهرية؟ ويتفرع من هذا السؤال الرئيس مجموعة من التساؤلات الفرعية، وهي: ما السلوكيات المتصلة بالعنف الموجودة لدى طلاب المرحلة الثانوية الأزهرية؟ ما النسبة التكرارية الموجودة للسلوكيات المتصلة بالعنف لدى طلاب المرحلة الثانوية الأزهرية؟ ما آداب المعاملات الأسرية التي اشتمل عليها مقرر الثقافة الإسلامية؟ ما مدى تمكن طلاب المرحلة الثانوية الأزهرية من آداب المعاملات الأسرية؟ ما أسس بناء البرنامج المقترح باستخدام التعلم المرتكز على المهمة في تعديل السلوكيات المتصلة بالعنف وتنمية آداب المعاملات الأسرية لدى طلاب المرحلة الثانوية الأزهرية؟ ما فاعلية البرنامج القائم على التعلم المرتكز على المهمة في تعديل السلوكيات المتصلة بالعنف وتنمية آداب المعاملات الأسرية لدى المرحلة الثانوية الأزهرية؟ رابعاً، إجراءات الدراسة. وللإجابة على السؤال الأول، أعد الباحث قائمة للسلوكيات المتصلة بالعنف. وللإجابة على السؤال الثاني، أعد الباحث بطاقة الملاحظة للسلوكيات المتصلة بالعنف وضبطها إحصائياً. وللإجابة على السؤال الثالث، أعد الباحث قائمة بآداب المعاملات الأسرية. وللإجابة على السؤال الرابع، أعد الباحث قائمة الملاحظة بآداب المعاملات الأسرية وضبطها إحصائياً. وللإجابة على السؤال الخامس، أعد الباحث دليل المعلم لتنفيذ البرنامج المقترح باستخدام التعلم المرتكز على المهمة في ضوء ما تم مراجعته من دراسات وبحوث سابقة. وللإجابة على السؤال السادس، قام الباحث بالإجراءات التالية: تطبيق بطاقة الملاحظة للسلوكيات المتصلة بالعنف تطبيقاً قبلياً على عينة الدراسة، تطبيق بطاقة الملاحظة لآداب المعاملات الأسرية تطبيقاً قبلياً على عينة الدراسة، ثم تدريس البرنامج بهدف خفض نسبة السلوكيات المتصلة بالعنف وتنمية مستوى التلاميذ في آداب المعاملات الأسرية، تطبيق بطاقة الملاحظة للسلوكيات المتصلة بالعنف تطبيقاً بعدياً على عينة الدراسة، تطبيق بطاقة الملاحظة لآداب المعاملات الأسرية
تطبيقا بعديا على عينة الدراسة المعالجة الإحصائية من خلال مقارنة نتائج القياسين القبلي والبعدي. خامسا، تفسير النتائج في ضوء الدراسات السابقة. نتائج الدراسة: توصلت الدراسة إلى قائمة السلوكيات المتصلة بالعنف لدى طلاب الصف الأول الثانوي الأزهري، بلغ عددها 30 فقرة فرعية تندرج تحت 3 مستويات رئيسة. توصلت الدراسة إلى بطاقة الملاحظة للسلوكيات المتصلة بالعنف تضم 3 محاور رئيسة و30 صفة فرعية. توصلت الدراسة إلى قائمة آداب المعاملات الأسرية تضم 5 محاور رئيسة و49 فقرة فرعية. توصلت الدراسة إلى بطاقة الملاحظة لآداب المعاملات الأسرية تضم 5 محاور رئيسة و49 صفة فرعية. توصلت الدراسة إلى أن استخدام البرنامج القائم على التعلم المرتكز على المهمة كان لها الأثر في تعديل السلوكيات المتصلة بالعنف وتنمية آداب المعاملات الأسرية لدى طلاب الصف الأول الثانوي الأزهري عينة الدراسة. أكدت نتائج الدراسة على أن الحاجة ملحة في مقرر الثقافة الإسلامية لتطوير أساليب تدريسه بما يتوافق مع الاتجاهات الحديثة الملبية للحاجات الفردية لكل متعلم، وضرورة القيام بدراسات ميدانية في ذلك للعمل على زيادة فاعلية تعليمه. توصيات الدراسة: في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج تتمثل في فاعلية استخدام برنامج قائم على التعلم المرتكز على المهمة في تعديل السلوكيات المتصلة بالعنف وتنمية آداب المعاملات الأسرية من خلال مقرر الثقافة الإسلامية لدى طلاب المرحلة الثانوية الأزهرية. يمكن تقديم بعض التوصيات التي من شأنها أن تساعد في تحقيق تلك النتائج والأخذ بها في حيز التنفيذ. ومن أهم التوصيات ما يلي: توصي الدراسة القائمين على العملية التعليمية من خلال ما يلي: إحداث تعديلات جوهرية في المنظومة التربوية ليؤسس فيها لبرنامج التدريب على الحوار الفعال وأدب الاختلاف وتقبل الرأي والرأي المخالف وقبول الآخر ونشر آداب المعاملات الأسرية المختلفة ونبذ العنف على مستويات وضع الأهداف والخطط والمناهج وطرائق التدريس ليحل التسامح والتقبل محل التعصب والرفض والعنف والعدوان. توصي الدراسة القائمين على تخطيط المناهج الدراسية وتطويرها من خلال ما يلي: تطوير مقرر الثقافة الإسلامية بما يتناسب مع آداب المعاملات الأسرية والاستناد إلى لجان مختصة في تأليفها والاسترشاد بتقارير المتعلمين والموجهين في اختيار هذه الآداب. توصي الدراسة إدارات المدارس بما يلي: تنظيم محاضرات بشكل دوري لمقابلة الآباء من المتعلمين والأخصائيين بالمدارس لتوعيتهم بالأساليب التربوية التي تتماشى مع منظور التربية الحديثة. الدراسات المقترحة: ومن الدراسات المقترحة ما يلي: فاعلية استخدام التعلم المرتكز على المهمة في تعديل السلوكيات المتصلة بالعنف وتنمية آداب المعاملات الأسرية لدى المتعلمين في المراحل التعليمية الأخرى. تطوير تدريس مقرر الثقافة الإسلامية في المرحلة الثانوية الأزهرية في ضوء التعلم المرتكز على المهمة. وبعد، فإنه لم يكن لهذه الدراسة المتواضعة أن تكون كياناً علمياً إلا بما يسره الله تعالى للباحث وبما قيضه له من جهد دؤوب من محب العلم وراغب العطاء. ولذا فإن الباحث يسجد لله شكراً على ما وهبه له من عون وصبر من أجل إتمام هذه الرسالة، وعرفاناً بالجميل وامتثالاً لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فإنني أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لصاحب المعالي والقدر العالي إلى سيدي وشيخي ومعلمي وأستاذي وأبي بعد أبي صاحب الفضل والفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عبد عوض إمام الآئمة وبدر التتمة ولي زمانه وبركة مكانه، شيخ الطريقة ونور الحقيقة، وجيه الدارين ومجمع البحرين، عين الأعيان وشيخ الإسلام،
أهل الكرامة وغوث تهامة، قطب الرحى وشمس الضحى، كهف الطلاب وأمن الأحباب، أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية بكلية التربية جامعة كفر الشيخ، والداعية والمفكر الإسلامي الكبير، والأستاذ الأسبق بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، ورئيس شبكة قنوات الفتح الفضائية، ورئيس جمعية بشائر الفتح للأعمال الخيرية بمدينة السادس من أكتوبر، ورئيس لجنة الزكاة بدقميرة النموذجية، ورئيس جمعية تنمية المجتمع بدقميرة النموذجية، لتفضله بقبول الإشراف على الدراسة ورعايته وتوجيهه وإعانته لي، فقد تشرفت برفقة فضيلته والعمل تحت رايته وقيادته ما يزيد عن 15 عاماً، ما رأيته إلا صواماً قواماً، جواداً كريماً سخياً معطاءً، صدق فيه من قال: كلتا يديه غياث عما نفعهما، يستوكفان ولا يعرهما عدم، عما البرية بالإحسان فانقشعت عنها الغياهب والإملاق والعدم، يغضي حياء ويغضي من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم، الله شرفه قدما وعظمه، جرى بذلك له في لوحه القلم. فقد تعلمت من فضيلته الكثير والكثير، تعلمت منه الأدب قبل العلم والعلم بعد التواضع، فهو نموذج يحتذى به في أدبه وتواضعه وعلمه وفي إخلاصه وحلمه. لم أره إلا مرحبا بي على كثرة مشاغله في سبيل البحث العلمي، ولم أعهده إلا معطاء لي على كثرة مطالبي، فلم يبخل علي بعلمه أو وقته أو جهده، مما دفعني إلى المضي في الدراسة في عزم مستمر وثقة بالله وإيمان، فله مني كل الشكر والتقدير، وأسأل الله أن يجزيه عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يمتعه بالصحة والعافية ودوام العطاء. كما يسعدني أن أتقدم بأوفى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى سعادة الدكتور يوسف السيد عبد الجيد، نفع الله به ورضي عنه، أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المتفرغ بكلية التربية جامعة كفر الشيخ، الذي منحني شرف الإشراف على هذه الرسالة، ومنحني الكثير من الوقت والجهد وسعة الصدر والتشجيع المتواصل والمتابعة الدقيقة، وأشكره على ما قدمه لي من نصائح سديدة وآراء رشيدة وعون صادق، مما كان له أكبر الأثر في إنجاز هذه الرسالة، فله مني خالص الشكر والتقدير، وأسأل الله أن يبارك في علمه وعمله وعمره يا رب العالمين. كما يسعدني أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى سعادة الأستاذ الدكتور حسن سيد شحاتة، رضي الله عنه وأرضاه، أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية المتفرغ بكلية التربية جامعة عين شمس، ورئيس اللجنة الدائمة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة بالجامعات المصرية، لقبوله مناقشة الدراسة على الرغم من مشاغله الكثيرة وتحمله مشقة السفر، مما أعطى الباحث الفرصة لينهل من فيض علمه وكريم عطائه، فهو الأب الحنون، بشوش الوجه، طيب القلب، نقي السريرة، عذب اللسان، طيب الكلام، صدق فيه قول النبي العدنان عليه أفضل الصلاة والسلام: ألا أخبركم بمن يحرم عليه النار، أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل هين لين سهل قريب من الناس، نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله. حضرته علم من أعلام التخصص، وأستاذ أساتذة المناهج وطرق التدريس بالوطن العربي، وهو ما يضيف كثيرا للباحث والرسالة بفضل بحر علمه وثاقب نظره وآرائه السديدة ودقة ملحوظاته وتاريخه الطويل المشرف. وكان لي الشرف أن ناقشني حضرته في رسالة الماجستير، مما أضاف للباحث علما جديدا وفكرا متطورا، فله مني كل الشكر والتقدير، وأسأل الله أن يحفظه بحفظه وأن يحرسه بعينه التي لا تنام. كما يسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم التقدير والامتنان إلى معالي الأستاذ الدكتور أحمد زنهم أبو حجاج، حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الحق خطاه،
أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية بكلية التربية جامعة كفر الشيخ، ذلكم العالم ذو الخاطر العطر والفهم الثاقب والمفاخر والمناقب، العلم العلم والبحر الخضم، حبر زمانه وترجمان عصره، نعم المعلم والموجه والناصح الأمين. فقد شرفت بتفضله بقبول مناقشته هذه الرسالة، وكان لي الشرف أن ناقشني سيادته في رسالة الماجستير، مما أضاف للباحث الكثير والكثير، فله مني أسمى آيات الشكر والتقدير والاحترام، وأهديه تحية عرفان وشكر وامتنان، حيث أذن لي أن أرتشف من بحر علمه وتوجيهاته السديدة التي تضيء للباحثين طريقهم وتنير للدارسين دربهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمه وعمله، وأن يجعله من السعداء في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير. والشكر والتقدير موصول إلى جامعة كفر الشيخ رئيساً ونواباً، وإلى كلية التربية بكفر الشيخ عميداً ووكلاءً، وإلى قسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم رئيساً وأعضاءً. وأخص بالشكر سيادة العميد ياسر مصطفى الجندي عميد الكلية، وإلى أستاذنا وحبيبنا وتاج رؤوسنا الأخ الأكبر السند والظهير معالي الأستاذ الدكتور محمود عبد العزيز طه. كما أتوجه بالشكر إلى الأم الحنون طيبة القلب بشوشة الوجه معالي الأستاذة الدكتورة رجاء غازي. كما يسعدني أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والاحترام إلى معالي الأستاذة الدكتورة أميرة زايد، وإلى أستاذنا وحبيبنا معالي الأستاذ الدكتور عادل البنا، وإلى أم الباحثين معالي الأستاذة الدكتورة عفة حسن سعيد درويش. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. كما أتقدم بالشكر والتقدير لكل الأساتذة المحكمين على أدوات الدراسة، كل باسمه ولقبه ومكانته، على ما أعطوه للباحث من وقتهم الثمين وعلمهم الغزير، مما ساعد الباحث في إعداد الأدوات البحثية بدقة، فجزاهم الله تعالى خير الجزاء. ومن الوفاء والتقدير أن أشير بالفضل الكثير إلى من يعجز اللسان أن يوفيهما حقهما، إلى والدي حفظه الله وأطال في عمره، فكم كان منتظرا حضور ذلك اليوم ليرى ثمرة جهده وجهاده، ولكن المرض حال بينه وبين حضوره، فهو ملازم للفراش في الرعاية المركزة. وقد اتصلت بسيدي صاحب الفضيلة للدعاء له، فدعا له دعاء مطولا أبكى به العيون وزلزل به المشاهدين، وقد ادخر دعوته في يوم الله دعاء الصالحين وتأمين المخلصين، وتغير الحال من حال إلى حال، وبث عرفانا بالجميل أخي.